السلام عليكم اخوتي، اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات لاله فاطمه. اليوم ان شاء الله في وصفه جديده. قبل ما نبدا الفيديو، لو كنتوا اول مره كتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وكذلك فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بالنسبه للمقادير فغنحتاجو ديال الكيسان ديال الماء الدافئ، القياس دائما بالكاس ديال العنبه. بالنسبه لهذا الكاس ديال العنبه فهو كيوزن 150 مللتر، يعني المجموع ديال الماء هو 300 مللتر. غنضيف كذلك ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، الخميرة الفورية. نحاول أنني نحرك الخميرة مزيان. كما كتشوفوا معايا فهي دغيا كتذوب، يعني واخا ما تخليوهاش يعني مدة وتغطيوها، غير حركوها كتذوب بالزربة. غنضيف كأس غير ممتلئ من السكر ما يعادل 110 غرام. بالنسبة للسكر فهو كيبقى دائما حسب الذوق. ملعقة صغيرة من الملح. غنضيف بيضة وبياض بيضة. بالنسبة للصفار فغنحتفظ به للدهن، بسم الله. كيس من الفانيلا ما يعادل 7 غرام. كذلك غنضيف ياغورت بالنكهة ديال الفانيلا. بالنسبة لهذا الياغورت فهو كيوزن 110 غرام. نحاول أنني نحرك العناصر مزيان. دابا غنبدا نضيف الدقيق. غنضيف 7 ديال الكؤوس ونصف ديال العنبه ما يعادل 750 غرام. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان فالكيسان ديال العنبه ملي تكونوا كتعمروهم عمروهم غير بالملعقه باش هكا كيعطوكم 100 غرام بالضبط. دابا غنضيف 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق، ومن بعد غنبقى نضيف الدقيق على دفعات. دابا غنضيف كيس من خميره الحلويات. بالنسبه لهذا الكيس فهو كيوزن 8 غرام. كذلك غنضيف ملعقه كبيره من الخل. غنضيف الزبدة وعاد غنزيد نكمل الكمية المتبقية ديال الدقيق. ملعقة كبيرة ونصف من الزبدة ما يعادل 80 غرام. بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الميزان فالملعقة يعني عمروها مزيان، يعني ديروا ملعقة كبيرة ممتلئة جيدا ونصف ملعقة. دابا غنحاول انني نجمع العجينة مزيان حتى تختفى لنا الزبدة. بالنسبة للعجين كما شفتوا معايا في الاول فما دلكناه ما والو. نحاول انني نجمع بهذا الشكل. دائما في الاخير كنبقاو نضيفوا الدقيق غير على دفعات باش هكا كنتحكموا في الخليط. وهذا هو الشكل ديال العجين من بعد ما ضفت الكميه كامله ديال الدقيق. كما قلت لكم من قبل فانا ضفت 7 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق. دائما بالنسبه للدقيق فهو كيبقى على حسب الخليط، لكن انا فقط كنبغي نقربكم من الكميه. ممكن انكم تضيفوا 7 ديال الكؤوس ونصف بالضبط، اولا 7 ديال الكؤوس وملعقه، اولا 7 ديال الكؤوس وملعقتين، لانه كاينه نوعيه ديال الدقيق كتمتص السوائل وكاينه اللي ما كتمتصش السوائل، وكذلك حجم البيضات هو كيلعب الدور. دابا غنضيف واحد شويه ديال الزيت فوق العجين، نحاول انني نجمعو. كما كتشوفوا معايا فهذا هو القوام ديال العجينه، يعني العجينه ما كتكونش رطبه اكثر من القياس. فقط تبعوا غير المراحل كما قلت لكم. لكن عندكم الميزان ديروا 750 غرام بالضبط. حالة انه ما كانش عندكم الميزان ديروا 7 ديال الكؤوس ونصف ديال الدقيق. نغطي العجين بواحد البلاستيك، كذلك نغطيه بواحد المنديل ونخليه حتى يختمر مزيان ونتعرف الحجم ديالو ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما اختمر العجين كما كتشوفوا معايا فهو طاح الحجم ديالو. دابا مباشره غنحيدو هاد البلاستيك. غندهن اليد ديالي بواحد شويه ديال الزيت النباتيه. نحاول انني نفرغ العجين من الهواء على هاد الشكل. كما كتشوفوا معايا فالعجينه مختامره. غنطرح كذلك واحد شويه ديال الزيت النباتيه على سطح العمل. نحاول انني نكور العجينه لواحد الكويرات اللي يكونوا متوسطين، يعني ما يكونوش كبار بزاف اكثر من القياس على هذا الشكل. دابا من بعد ما كورت العجينه كامله فانا هنا حصلت على 18 كويره. دابا مباشره غنبداو العمل. نضرب واحد شويه ديال الزيت في اليد ديالي ونبدا نسرح العجينه. العجينه كما كتشوفوا معايا رطبه، يعني كتسرح بكل سهوله، لا داعي اننا نديرو لها المدلك غير باليد ديالنا. هاد ما
مرحله غنحتاج لهذا النوع ديال الشوكولاط. فانا استخدم الشوكولاط مربعات وقطعته طريفات صغار على هذا الشكل، غنوضعه في الطرف ديال العجينه ونحاول انني نلف العجينه بكل سهوله. الرخوف اليد ديالي شي شويه ملي نكون كنلف على هذا الشكل غير نوصل لهنا ندور هذه القطعه هكايا ونكمل اللفان بهذا الشكل. هاد المرحله كما كتشوفوا معايا عندي هنايا واحد الطاوه وضعت لها هنايا ورق الطبخ في التحت، فلا ما كانش عندكم ورق طبخ دهنوها غير بالزبده ورشوا عليها شويه ديال الدقيق. نحاول انا نوضع العجينه على هذا الشكل. بالنسبه للقياس ديال الطاوه فغنخلي لكم صندوق الوصف. غنسرح العجينه مره اخرى على شكل طولي. غنوضع لها واحد شويه ديال الشوكولاته على هذا الشكل ونلف العجينه بحال المره الاولى، غير كنوصل لهاد البلاصه كنجرها شي شويه باليد ديالي وكنلف العجين. بالنسبه لهاد القطعه هذه دائما كنوضعوها هي تحتانيه في الطاوه على هاد الشكل، كنوضعها لتحت. دائما ملي كنوصلوا لهنا كنحاولوا نخلي واحد المسافه بهذا الشكل، نبعدهم شي شويه باش هكا يلقاو البلاصه فين يختمروا بهذا الشكل. هذا هو الشكل ديال العجين بعد ما شكلته كامل في الطاوه. انا وضعت الكميه كامله في الطاوه، خليت هكا واحد شويه ديال الفراغات باش هكا العجينه تلقى البلاصه فاش تختمر ويطاح في الحجم ديالها. دابا غنضيف العجينه واحد شويه ديال الزيت غير شي شويه باش هكا ملي نغطيها بواحد البلاستيك ما يلتصقش ليا البلاستيك في العجين، غير واحد شويه. بسم الله على بركه الله، نغطي بهذا البلاستيك كذلك غنغطي بواحد المنديل وغنخليه حتى يختمر مزيان ويطيح في الحجم ديالو ونتلاقاو ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال العجين بعد ما اختمر. كما كتشوفوا معايا غير كيختمر كيشد بلاصتو كيتساوى بوحدو، واخا ما يكونش عندكم هكا العجين مساوي غير كيختمر كيتساوى على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. هذه المرحله غنحتاج لها الصفار بيضا اللي كنا احتفظنا به، غنضيف له قطرات ديال الحليب غير شويه ديال الحليب على هذا الشكل. ماشي ضروري تضيفوا الحليب، يمكن لكم ديروا هكا واحد شويه ديال الخل. نحاول انني ندهنهم غير بشويه ما نفرطيش عليهم بزاف باش هكا داك الخميره ما تهبطش. من بعد ما دهنتها مزيان بالبيض دابا ندخلها للفران. بالنسبه للطياب فانا نطيبها غير في الفران العاديه يعني الفران ديال الغاز. غنقص لها البوطه مزيان يعني البوطه تكون ميته بحال اللي كنطيبوا الكيكه، البوطه تكون ناقصه مزيان. غنخليها لمده نص ساعه ما نحلش عليها الفران بتاتا، ومن بعد ما تدوز نص ساعه نبقى مره كنراقبها مره كنراقبها حتى تبان لي بانها تحمرات شي شويه من التحت. داك الساعات نهبطوها للجهه التحتانيه نخليوها حتى تاخذ اللون الذهبي ونتلاقاو ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما خرجته من الفران. كما كتشوفوا معايا كضعف الحجم ديالو. دابا مباشره غندهنوا هكا بواحد شويه ديال الناطاج. بالنسبه للمده ديال الطياب فانا خدمني تقريبا 35 دقيقه يعني كتراقبوه. يمكن لكم دهنوه كذلك شويه ديال المربى ديال المشمش. بالنسبه للبوطه كما قلت لكم من قبل ضروري ما تكون البوطه مهيله بحال اللي كنطيبوا الكيكه وكنطيبوا على خاطرو. انا ضرب لي 35 دقيقه، نتوما يقدر يضرب لكم 35 دقيقه اولا 40 دقيقه. المهم كتخليوه حتى كيطيب على خاطرو، ما كتجهدوش البوطه باش ما يجيش معجن من الداخل. غنزينو بواحد شويه ديال الكاوكاو، انا حمرته وقطعته طريفات صغار على هذا الشكل. بسم الله. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما زينته الكاوكاو. يمكن لكم كذلك تزينوه بشويه ديال اللوز، يعني بالنسبه للتزيين فهو اختياري. دابا نوري لكم كيفاش كيجي من الداخل. نحاولوا اننا بعدا نحيدوا هذا الطريف هذايا شويه بالسكين باش هكا ملي نجيو نزعوا القطع نتاكدوا 100% بانهم ما لاصقينش في الطاوه غير شي شويه. بالنسبه لهذا البريوش يمكن لكم تقلبوه وعاد تزينوه، فانا بغيت نخليه هنايا في الطاوه لحقاش حنا درنا له الورق ديال الطبخ، يعني غير تقلب معانا وما غيلصقش. دابا نوريكم كيفاش كيجي، يعني كيجي هشيش كيدوب على هذا الشكل كيجي رطب. صراحه كيجي رائع وكيجي قطني على هذا الشكل. كنتمنى تجربوه ان شاء الله لحقاش فعلا كيستحق التجربه. وكما لاحظتوا معايا في الاول يعني ساهل بواحد المقادير اللي بساطين، وكنحصلوا تبارك الله على كميه كثيره ديال البريوش، يعني 750 غرام ديال الدقيق تقريبا كيلو ديال الطحين كيعطينا كميه ما شاء الله. كنتمنى تجربوه ان شاء الله لحقاش فعلا كيستحق التجربه. ولا جربته كما العاده ما تنساوش تقولوا لي في التعاليق. ودابا ما بقى لي الا نودعكم لعاد يكون الفيديو، ما تنساوش دعموني بلي لايك اذا كنتوا اول مره كتشوفوني، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. مع السلامه، نتلاقاو فيديو اخر.